قام في المنظمة كمساعدة الإنسانية دانيش وليف كروف بالدنمارك المعروفة في مساعدات الإنسانية، وكان في مرحب بالإخوة سالي والسي محمد من كوبنهاغن وعلي من صباح ناظور. مرحبا بكم عندنا. المشكلة الإخوان كيبغيو يجيو يعاونوا المناطق ديالهم في الشمال، ولكن المشكل ما نقدرش نعطيهم شي حوايج، لأن التعاون الوطني ولا الوزارة الخارجية ولا الوزارة الداخلية ما بغاوش يتعاملوا مع الجالية اللي كيتعاملوا في هادشي ديال المساعدات الإنسانية، لأن ملي كتمشي للكونتينر كيتكرفصوا، يعني بكل صراحة كيتكرفصوا علينا. دابا كنشوفوا في الإذاعة كاين هذا، يعني الناس البرد والثلج محتاجة الملابس. كانت هذه الدنيا كلها عامرة من بلاد سكنا من ليتوانيا أوكرانيا بولونيا، يعني دول أوروبية متقدمة باقا كتطلب الحوايج، ودول مثل المغرب اللي محتاج، وحنا عارفين خوتنا محتاجين وبغينا نساعدوهم، ولكن المسؤولين كيحبسونا كيقول لك لا. ودابا القانون الجديد اللي داروا عاوتاني ديال الصحة كنعاونوا المدارس وهذا، كيقول لك لا، يعني الجمعية عادية ما تصيفطش لها داكشي ديال الصحة، لازم تكون يعني هما دابا خصهم يحلوا لنا الباب، يجيو يتصلوا بالسفارة هنا ولا يتصلوا بدوك الجمعيات اللي في المجتمع المدني، يديروا معنا واحد العهد من التعاون الوطني ولا وزارة الخارجية ولا وزارة الداخلية، يحلوا لنا ولا يعطينا واحد الرخصة كما الدول الإفريقية اللي عاطيانا مع الوزارة الخارجية ديال الدنمارك. كنساعدوا كل الدول، لأن 24 كونتينر اللي خرجت في 2017 وحنا غنتاو في 2018. دابا كاينه ميدا غتستافد، كاين الصويره غتستافد، كاين كان في منطقه التنغير الاخ سالم هو مكلف بها غتستافد. حنا بغينا نعاونو، ولكن المشكل حنا خايفين من المشاكل اللي كتوقع لينا في، يعني مع المسؤولين بالمغرب. الله يهديكم، البلاد راه بغينا نزيدو لقدام، وانتوما ما باغيش تحلوا الباب، يعني كديروا قوانين غريبه، وهاد القوانين يعني لا من ناحيه يعني ناحية المجتمع المدني، لا من ناحية القانون السير، شي قوانين اللي ما باقي حنا ما وصلناش ليها، وكديروا نتوما هاد القوانين. يعني كنبقى نشوف انا كنقول هاد الناس فين غاديين، يعني ما باغينش بالتقدم البلاد، باغينا نبقى راجعين حنا غير اللور. يعني كيما نعطيكم غير مثال ديال الراجلين، كتعطيو واحد 25 درهم ما يقطع، هو صوبوا لهم الطبقان هما الاولين وديروا لهم عمل الممر تاع الراجلين، عاد ديروا القانون وانت ما مصوبش الممر الراجلين وهذا، وكدير وهذا كتقول ما تعطيش الحوايج. هو عاون الناس، عاونوا الناس، ما تخليوش الناس تموت بالبرد، عاونوهم. دابا كتشوف الناس هنا بريفي كنعطيو كنخلصو من جيوبنا باش كنصيفطو مع الناس في سبيل الله، ولكن ما نقدروش، يعني ما نقدروش. ولكن لا درتو قانون على المجتمع المدني وهاد الجمعيات اللي كيشتغلوا يعني بكل ثقه والنفس، هادو خصكم تعاونوهم تما. البلاد الدول الاسكندنافيه راه مبنيه على المجتمع المدني، بدون المجتمع المدني الدول الاسكندنافيه ما قادراش. هذا الشيء اللي بغيتو توصلوا للبلاد. الله يخليكم المسؤولين، لا السياسيين ولا المسؤولين عن التعاون الوطني ولا الجمركيين ولا الشرطه ولا هذا، الله يخليكم، راه عندكم واحد الثقه كيعطى لكم سيدنا، خدموا البلاد وشكرا. ونعطي الكلمه للاخ محمد حتى هو بالريفيه، هادشي اللي قلت من قلبي يوصلوا للخوت. السلام عليكم، كون محمد العروشي من كوبنهاغن جزيميضا، نجيب كلش بخير. الشيء اللي كنحضر كيجي الجمعيات عاون السنة الدنمارك، حوايج الروض كاروسات، حوايج السبيطارات المعاونة، شي السنين اللي عارف نخ ضعيف، المغرب ضعيف، المغرب ضعيف، مساكين ديال الاطلس، دي ماني ملاح ديال المغرب، خصنا نوارو، خصنا تزن حوايج. شي نستعد نعاون نسد حوايج يساو المغرب، ولكن شي مشكل غانا من داخل شحال المغرب، الكراش كاروسة ممنوع، حاج مارا هادي كان ممنوع، أرض ممنوع، شي نية نخ شي ناس نعاون يشتم هاد النخ يمسر من ديال المغرب، هاد نعاون بالسن السيلة شي كان ضعيفين، واصل الأرض روخا ديال أطلس تصمد غاصن، يخصص تصنع حوايج شي ناس جون نجهز، هاد نسود منايا غاصن، نسود هاد نيوات تا نفكرو من زيد دنمارك، اثنين غاروبا، نسود حوايج شي الفاميليا يحصل الى المغرب مرة يستفد الناس نسيو ساكن كون جيت تعاون دي دي ودي ناس ولا خاطر كلشي لا تكمر اسكن على المغرب ما يعرفش على المغرب هذا في الصعوبه ديال الديوانه عارض ممنوع كاروس ممنوع دي ما تجي القانون ذات القانون الشي ديال المغرب خصها مرايا شي ضعيفين شي ناس زو خاطر تهرم باش نعاونها يتمدنخ ديال المغرب مانيس زي من طنجه لكويره
كلشي غادي نعاون داو إذا نعزونا تخجزتني عاشو جاسك غير حوايج السينا شي نمار ضعيفين ديال المغرب الشيخ خصك تعاونا ما خصك تعزمج تجمج الحل باش الشينين اللي غادي تجازا 22 العمار كون شي ناس كان غا المغرب يبوفرين وتجي التجارة شي وجبو نعزو تجي التجارة شي ناس نعاوني يشتو مدرخ ديال المغرب ديال مساكين غاس بوضايا زو كاروسا دين يا عرس يا زومي خيرك شودي دين يا المدارس دين حجان باش كلا دين تزن حوايج شي ناس نعاونو سي الدنمارك ولكن الفرصه ني واحد يجي شي هاد الشاد ديوانا شي كاع عروس لا يعكزن لا حاج لا تزن حوايج تاع الصعوبه دينا شي ناس تهرم باش نعاون عليه مدن نسل الشي اللي ندير المغرب يجي التجاره راه زو سي مور حوايجها عزونا الزنزن ديال المغرب ولكن الشي المغرب وين مور خدمه شنو ما يصغ قبل ما راسي يصغ مين ما غاسغ شتي حاجه تكذب حاجه عشان يخوتي عشان المليح ولكن تخدم غادي يصغ حاجه تنزع غادي يصغ مرا غاسين عاشين يخدم غادي يصغ عاشين غادي يصغ غادي يصغ حاجه تنين ولكن شي ضعيفين وحشام سير مساكين تكون عندهم شنو غاسين منزيهم يخسر حاولوا نمشي نعاود باش شنو تجمعوا عندنا واد التجاره الشيء نصيود الحاجه هذا خاص خصها شي 22 عندنا شفابور في سبيل الله شخص الشيخ عاونوا ما خاص من الحل ان شاء الله في المستقبل اكشي انه مذنخ انهم كنت شي ناس فرنسا اش العاده كنت شي ناس سنين ماني راح راه عندنا غا اوروبا غا رومانيا غا بولن غادي غادي وهذيك الصعوبه شي شي ناس مستعد ناس نعاون نعاون ديال المغرب مره اخص سعد ما نسيت كنت شي هذه المشاكل وتجيبوا التجاره باش نشد التجاره راه فين يجي التجاره المغرب وخا جبور ينع الدروه صافي مرات تسلم معايا تما ياك نعاون سيدي ربي والسلام عليكم. مش حم كونتينر خرجت في 2017 الدول الافريقيه و 24 كونتينر كل شيء من المغرب المغرب استفد هذه السنه الاثنين حنا كاين جمعيه الهيبه اللي كيتراسها الاخ سليم والشباب الدنماركي الجاليه وكاينه جمعيه الانسي لان كيحاولوا ولكن مع هاد المشاكل اللي كانوا وقعوا فيها في المغرب الشباب هنا كيصيروا مشكله كيقول لك هيبه ما عندنا ما نديرو اش بغينا نديرو نعاونوا بلدان اخرين بلادنا هي الاولى باقا محتاجنا حنا بغينا نعاونوا بلادنا كتقولوا بان الملابس ما ممنوعه لا كنضحك انا ملي كنمشي للمغرب في عطله وهذا كندخل سوق الحد في اكادير في البال في درب غله في اكادير العجب وكتقولوا هادشي ملي كيجي هذوك ديال التجاره هي خصهم يخلصوا الدراهم يخلصوا ولكن الواحد كيدخل شي حاجه في سبيل الله راه خص تكون الرحمه فينا واد الايمان عندكم المسؤولين راه ما كاين ايمان عندكم كاين غير البيزنس كتفكر غير لما كتوصل للكرسي ديالك كتفكر في 4 سنين حنا هنا سياسيين وكنخدموا المجتمع المدني نتوما سياسيين كتخدموا المصلحه الخاصه وعفوا على هذا الكلام وشكرا. واش تقدر تورينا شويه الشيء اللي كان هنا؟ تشوفوا يعني كان الديبو هنا معبي الملابس اللي كانت عندنا هنا في ديال راس السنه بعثناهم لليتوانيا وهذه من الصور ديال افريقيا اللي مستافده الدول اللي مستافده يعني المغرب بغينا حتى هو صور يجي هنا ويستافد وهذا الله يهديكم اشتغلوا معنا حاولوا السفاره هي اللي تجي دير واحد الورقه واحد الالتزامات مع الجمعيات هنا اللي في الدنمارك وخليوا الناس يخدموا البلاد راه الجاليه باغا تخدم البلاد ولكن نتوما راه سادين على الجاليه يعني ماشي غير الجاليه ديال الدنمارك الجاليه ديال العالم كله باغا تخدم البلاد ولكن الله يهديكم نتوما كديروا شي قوانين غريبه وعجيبه اللي ما كايناش في اوروبا نتوما يعني كيفاش بغيتوا هاد البلاد تزيد قدام هنا كتكون معبيه بالملابس ها هي دابا يلاه بداو الناس اللي كنقولوا حنا خصهم اشهد لا اله الا الله هي الكلمه الواحده ها هما كيخدموا فوق البر وكيوجدوا للناس يعني فين هما هاد المسلمين المسلمين كيحبس لك الباب يعني ما كتخليه واحد التناقض على الاسلام هنا ديال الدراجات هما جاهزين الاجهزه ديال السبيطارات يعني بمصاري يعني الملايين كنقولوا هنا محطوطه اللي كيقولوا هما الزبل الدنمارك ما فيهاش الزبل بحال هادشي بحال هادشي سي بلهيبه ديال السبيطارات كيفاش المشاكل ديالهم في المغرب المشكل الجديد قال لك الوزاره الصحه خصها تكون معترفه بالجمعيه حنا وزاره الصحه اتصلوا بنا سيدي مرحبا عطيونا هاد الجمعيات اللي مهتمين بالصحه نتعاملوا معاهم حتى المغرب نخليوه يستافد من الدول الافريقيه اللي كتستافد ومن الدول الاوروبيه مثل ليتوانيا اوكرانيا وبولونيا بغينا حتى المغرب يستافد من هذا الشيء لان الدنمارك غنيه
كي توصل واحد المده كيغيروا هذا الشيء. هذا الشيء راه باقي يعني ها هو ما بين حتى شي حاجه كتشوفوا ها هو ما فيه لا رشاله ولا جديد. ها اونيكس يعني. وكيقول لي واحد مع انا دخلت المستشفيات كلشي مصدين المدربات خانزين وكتقولوا هنا الدنمارك ما عندهاش الزبل يعني مستعملين ولكن في يعني في الجوده دراجتها هما كيجيو الناس متطوعين كي هذا. دابا بدينا كنجمعوا شي ديال المدارس ها الحوايج كيجيو الناس متطوعين كيتشاكريو ويحطوهم في الصنادق. شكون هذا اللي غادي يديرها شي مسلم؟ ما كاينش اللي كيديرها. ما خطا الناس اللي المحسنين اللي كيخدموا في سبيل الله هما اللي كيديروا هذه الخدمه. ها المدارس الناس في الجبال ما عندهم لا طاويلات لا والو. الشتا كتصب والماء ولات الفيضان في الاقسام راه حشومه عليكم. ها حنا بغينا نعاونوا الجاليه راه باغا تعاون ماشي غير الجاليه الدار ماكرا كما قالت الجاليه ديال العالم كله قام وراس عاوننا في كل مكان ولكن ها هما كتشوفوا الخير ربي كاين. الله يهديكم حاولوا خليوا المغرب يستافد وخليوا المجتمع المدني يستافد حتى هو باش بلادنا تزيد لقدام وشكرا.